معانا كمان 30 ثانية ونبدأ الجلسة بشكل رسمي. طيب، صباح الخير على الجميع. نرحب فيكم في الجلسة التدريبية. أنا يمكن كنت عرفت بنفسي قبل شوي، لكن بنعيد التعريف على أساس الأخوة والأخوات اللي ينضموا لنا. معكم الدكتور فارس الوعيل، وأكون معكم اليوم في جلسة اليوم. أنا طبيب خريج جامعة عدن 2007-2008، ماجستير في السياسات الصحية من هولندا، حاليا رئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية واستشاري مع بورتل. بنكون معانا اليوم في جلسة لمدة ساعة، بنتكلم فيها بشكل أساسي على موضوع القيادة والتغيير. أخذت مع الدكتور عادل مجموعة من الجلسات، فحابين بس قبل ما ننطلق فيها ل5 دقائق بس نعمل مراجعة سريعة جدا عن الجلسات اللي أخذتوها، ويا ليت أثناء ما كل واحد يتكلم يعرف كيف نفسه، خصوصا الأخوة والأخوات اللي ما عرفوش بنفسهم. فممكن تكلموني بشكل سريع عن أهم الرسائل اللي أخذتوها خلال الفترات الماضية مع الدكتور عادل. أنس العلوفي، فتفضل يا أنس. أنت قلت يعرفوا بأنفسهم يا دكتور. ايوه، هو بيتكلم، يعني اهم الرسائل اللي اخذتوها من الجلسات، وبرضه اللي ما قد عرفش يعرف بنفسه وهو بيتكلم. يعني ايش اهم الرسائل اللي اخذتها من الجلسات الماضيه يا انس؟ تفضل. عفوا، الجلسات التدريبيه السابقه ممكن بس تجيب لي حاجه كذا تحس انه انت استفدت منها بشكل كبير؟ او طيب، على بال ما أنس يجهز نفسه ممكن ننتقل لحد ثاني. تفضل. الأخت خالد اللي انضموا لنا، وللأخ يحيى. أهم الجلسات اللي أخذت، تفضل يا بك. أوضح ما قد تم التدريب على المسابق. ايوه، تحدثنا عن مكونات المشروع، تقييم الاحتياجات، الإطار المنطقي. بس كويس جدا يا اخ. مين ممكن كمان يشارك معنا؟ أخذنا التحليل المنطقي، وأخذنا شجرة المشكلات، وأخذنا كيف تدخل في بورتال، وأخذنا كيف تعمل إضافات، وكيف تفعل مشاريع. ممتاز جدا، ممتاز جدا يا أنس. مين كمان؟ مين حاب يشارك معنا؟ مين حاب كان في يشارك؟ صوت، في مشكلة في الصوت. مشكلة في الصوت من عندي ولا من عندكم؟ والله ما أدري. الكل بيسمعني واضح؟ يبدو انه في اللي عندهم مشكلة، يعني مشكلة ممكن يشوف السماعات اذا هي مرفوعة للحد الاقصى ولا لا. طيب، خلونا نبدأ مع جلسة اليوم في موضوع القيادة والتغيير. لما نتكلم عن القيادة، ممكن حد يشرح لي إيش نقصد بالقيادة وما معنى القيادة في منظمات المجتمع المدني؟ لما نقول إنه القيادة، وتسمعوا كلمة القيادة بشكل مستمر، إيش نقصد بكلمة القيادة في منظمات المجتمع المدني، مؤسسات، جمعيات، اتحادات؟ فإيش نقصد بكلمة القيادة؟ القيادة قد تكون يتم تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمؤسسة، والتشبيك والقدرة على التشبيك والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية. ممتاز يا قد يكون هذا كرام، يعني جزء من القيادة. ايش كمان كذا بشكل مختصر وبسيط جدا بدون ما ندخل في تعاريف ومصطلحات، حاجة بسيطة كذا، انت لما اتكلم مع انس ولا كرام ولا اي حد منكم اتكلم عن القيادة، ايش يجي في بالك يعني؟
القيادة هي ممكن تكون القدرة على تفعيل أو الاستفادة من المهارات والقدرات الخاصة بالموظفين الموجودين في المؤسسة أو في المنظمة من قبل الإدارة أو القائد. جميل جدا أكرم، اسمح حد غير أكرم لو سمحتم. أخ نبيل، لما نتكلم عن القيادة، نسمع أنه الناس القيادة ومعنا تدريب في القيادة، القيادة مهمة، القيادة أهم شيء في المنظمة، القيادة إيش يجي في بالكم؟ القيادة كيف تمسك زمام الشيء، كيف أنت تقود، كيف أنت توجه الناس، كيف تعمل، كيف يعني أنت المتحكم والمسيطر في توزيع الصلاحيات ولا طيب والمهام. طيب كاسف غير مستمتع الجلسة. بدأنا نوصل للنقاش اللي نشتيه. بيتكلم أنت المحكم وأنت المسيطر. القيادة اسمعني تفضل تفضل ألو يا سجل سجل ال اسمعوني تفضل تفضل يا خالد. أيوة، القيادة هي القدرة على التأثير، شكرا. بمعنى أن القائد يطلق على القائد الذي يمتلك قوة إمكانية التأثير على من حوله في أي مكان كان، ليس بالضرورة المؤسسات فقط أو العمل في الشركات أو في مجموعة فريق، في أي مكان يكون فيه قدرة على التأثير، هذا هو القائد. شكرا لك، انت جبتي حاجه القيادة هي قدرة التأثير على الأفراد أو يعني يرغبون في إنجاز أهداف المجموعة، العمل أو نجاح عمل المؤسسة أو أي نشاط. ممتاز جدا. هذا عنده كمان مشاركه. ممكن نقول القيادة أيضا الخطوات واضحة وثابتة من نقطة الصفر إلى الوصول إلى المنشود. ممتاز جدا. طيب أنا ممكن تفضل يا القيادة أيضا هناك فرق بين القيادة والإدارة، دائما يقال هكذا إنه هناك فرق، المدير هو الذي يدير الأهداف والأنشطة والأفراد، لكن القائد هو الذي أعلى والذي يؤثر يحقق جوهر الأهداف وليس هذه فقط الإجابة الحين يؤثر أنا وينفذ أفهمها. الأهداف. طيب يا خالد شكرا لك، أيوه حنتكلم في النقطة هذه يعني بتفصيل وهي نقطة شيقة في النقاش. طيب خلونا، يعني أنا مش حابب أي واحد فيكم ممكن يكتب في جوجل بيطلع له معنى القيادة، لكن أنا مش هذا اللي أوصله في الجلسة اليوم. فإحنا لو نشتي نختصر بشكل واضح جدا، أعتقد خالد أو إكرام تكلمت، القيادة هي القدرة على التغيير، القدرة. يا أستاذ فارس، تفضل. في كثير من الزملاء يريدون أن يستطيعوا الدخول في حبة أن يتم تسجيل الجلسة. إن شاء الله الجلسة الآن متسجل. القيادة باختصار، القيادة باختصار هي القدرة على التأثير، القدرة على التغيير. تمام، هذه نقطة مهمة ونقطة جوهرية. ولما نتكلم على القيادة، أنا لو سمحتم، فإذا في حد بيسجل بيطلع صدى عندي. فإذا بنتكلم على القيادة ما بنتكلمش على قيادة فردية، يعني بنتكلم إنه القدرة على التأثير والقدرة على التغيير. اللي يكون عندهم القدرة على التأثير، إحنا بنتكلم إما يكون فرد شخص أو مجموعة عندهم على التأثير. والتأثير هذا والتغيير ممكن يكون في فرد، ممكن كمان يكون في مجموعة. فلما نتكلم على القيادة في منظمة المجتمع، يا أنا سأعتقد ممكن ميوت لو سمحت. فلما نتكلم على القيادة في منظمات المجتمع هنا المدني، ما بنتكلمش على المدير، ولا بنتكلم على المدير التنفيذي، ولا بنتكلم على مدير البرامج، ولا بنتكلم على مدير المشروع ولا ضابط المشروع. بنتكلم انه في، والاهم هنا، الاهم هنا هي القيادة الجماعية. يعني لما نتكلم على دور قيادة المؤسسة بشكل عام، سواء كان مدير تنفيذي، سواء كان مدير برامج، نائب مدير تنفيذي، مدير مالي، مدير عمليات، مدير متابعة وتقييم، هذول دورهم كمجموعة على التأثير في الموظفين اللي موجودين فيهم. لو نتكلم على، لأنه في النهاية ما نشتيش، يعني خلينا نقول التعريف التقليدي للقيادة بيتكلموا على مدير رئيس تنفيذي، هذه هي القيادة. لا، احنا الآن يعني الإدارة الحديثة بنتكلم أكثر شيء، يعني صحيح بيظل دور الرئيس التنفيذي ولا المدير التنفيذي مهم وأحيانا جوهري جدا، لكن صعب انه رئيس تنفيذي ولا مدير تنفيذي يستطيع ان يقود مؤسسه لحاله. هذا الكلام ما عادوش عملي
وإذا ممكن ينجح في مؤسسة ولا جمعية هنا ولا هنا، يعني 90 إلى 95% من المؤسسات والجمعيات ممكن ما ينجحش. فعلشان تنجح أنت في مؤسسة لازم تركز بشكل أكثر على القيادة الجماعية، أنه أنت كمدير تنفيذي للمنظمة، رئيس تنفيذي للمنظمة، لازم يكون في معك فريق قيادي، قيادة المؤسسة. احنا معانا تجربة في المؤسسة الوطنية NFDHR، يعني دائما الناس بيسألونا كيف انتم كمؤسسة ممكن يعني خلال 10 سنوات استطعتوا انه يعني تنموا وتكبروا برامج. دائما كان الجواب بسيط، انه في معانا قيادة المؤسسة، والقيادة هذه ما هوش الرئيس التنفيذي ولا هو المدير التنفيذي، بنتكلم على قيادة المؤسسة في مختلف المستويات الإدارية. فهنا القيادة مهمة جدا، انه يكون معك فريق قيادي، هذا الأهم. فبنقول هنا القيادة هي قدرة الفرد أو المجموعة على التأثير. يا أنس لو سمحت ممكن ميوت. يا أنا سمحت ممكن يا ممكن يا يا شباب احنا بنسجل هذا وبنرفعه في الأغلب في اليوتيوب، فما فيش داعي تسجلوا يعني. خلوكم معانا هنا. فهنا قدرة الفرد ولا المجموعة على التأثير في الموظفين، يعني إذا معك مؤسسة ولا جمعية فيها 10 ولا 20 موظف، القدرة إنك تأثر فيهم وتغير فيهم وتحفزهم، هذا الأهم. فهذه هي القيادة باختصار، يعني من وجهة نظري يعني المفهوم القيادة. في بعض الزملاء والزميلات تكلموا على الصفات القيادية، فخلونا برضو ناخذ إيش نقصد لما نقول إيش اللي هي أو المهارات القيادية اللي هي ما إيش نقصد في المهارات القيادية؟ ممكن حد يتكلمني، أو ما هي المهارات القيادية اللي هي مطلوبة؟ ممكن من يتكلم؟ إيش هي مهارات، خلينا نقول لما نتكلم مهارات القائد أو القيادة، سواء بنتكلم على شخص أو يعني فرد أو حتى كمجموعة، إيش هي ممكن تكون؟ مين ممكن يشارك معنا؟ إيش هي المهارات القيادية؟ تفضل يا أنس. أنس، بكر، منير، إلهام، اللي حاب يشارك. لما نتكلم، لما تجي تقول إنه هذا قائد، يعني لو عشان نسهلها إنه هذا قائد أو هذا قيادي، إيش تتوقع إيش المهارة؟ ونتكلم على هل مهارات المجتمع المدني اللي هي، تفضل. القدرة على الإقناع، توزيع القدرة، القدرة على الإقناع. التخطيط، خلينا على نقطة نقطة، القدرة على الإقناع، كويس؟ تفضل، القدرة على الإقناع لازم هذه مهارة، يكون عندهم رقم اثنين يكون ايش؟ فن الإصغاء الإصغاء، قبل آخر الرأي الآخر برضه، رأي الصبر، الآخر، الصبر. ثقافة، لازم يكون مثقف ومطلع على ايش تقصد المستجدات، بمثقف مطلع؟ إنسان مطلع تمام، دائما طيب على كل جديد. طيب يا كرام، تمام. مين كمان؟ مين حاب يشارك معنا؟ الأصوات اللي خالد، تفضلي، الأصوات اللي ما نسمعهاش. خالد تفضلي، شاركوا، بس شاركوا معي آرائكم. يحيى، ولا الأخوة من رامز فاونديشن، تفضلوا. طيب ممكن نقول القيادة بأن القدرة على العمل بفريق واحد. العمل بفريق واحد، تمام. تفضل حد يتكلم، تفضل اللي حاب يتكلم. في أخ كان بيتكلم، اسم الجهة موجود مش اسمه، يتفضل. ممكن نقول الشعور بالانتماء. شعور بالانتماء. مين كمان ممكن يضيف؟ طيب احنا بنجي للمهارات القياديه، يعني انا صعب اني اذكرها كلها، لكن نحاول نذكر اهم المهارات القياديه. انا لما اجي اتكلم على مهارات قياديه، ويعني انا شايف الاغلب اللي موجودين قيادات مؤسسات وجمعيات، فمهم جدا انه لما نجي نتكلم على المهارات القياديه، او ان احنا بنجي نوظف موظف ولا موظفه في اي منصب، يعني احنا بنتكلم على مهارات قيادية، يعني مجموعة من المهارات المفترض أن تكون موجودة. أول يعني من المهارات المهمة جدا القدرة على بناء الفريق. ما فيش يعني من الصعب جدا، من الصعب جدا أنه مؤسسة ولا جمعية ممكن تنجح بدون ما يكون هناك يعني حد في المؤسسة عنده القدرة على بناء الفريق.
يعني نتكلم إذا مؤسسة في حجم صغير ولا المؤسس ولا مدير تنفيذي ولا مدير برامج، لازم يكون عندهم القدرة على أنهم يبنوا فريق محترف، فريق مؤهل. هذا مهم جدا أنه يكون عندهم القدرة على بناء الفريق. يعني صعب حد يقول لي انه هذا قائد ولا هذه قائده ولا هذا مدير ولا هذه مديره. انا اجي بعدين للنقطه اللي طرحتها، خالد قائد ومدير، لكن نتكلم بشكل عام انا كمهارات وصفات. انسوا موضوع التصنيف انه هذا قائد ولا هذا مدير، انسوه تماما. احنا نتكلم على صفات اداريه قياديه، سموها اللي تشتوه، ما هوش مهم بالنسبه للجلسه هذه. فاحنا بنتكلم عن القدره على بناء فريق. هذا مهم جدا انه يكون الشخص اللي شغال في مؤسسة أو جمعية عنده القدرة على بناء فريق، يقدر يبني فريق في البرامج، فريق في المالية، فريق في العمليات، فريق في المتابعة والتقييم، فريق في تقنية المعلومات. هذا مهم جدا. الصفة الثانية اللي يعني من الصفات المهمة جدا، ما هوش بالترتيب بس احنا نتكلم على مجموعة من الصفات، القدرة على اتخاذ القرار. علشان تكون في يعني قائد ناجح، مدير ناجح، لازم يكون عندك القدرة على اتخاذ القرار. ولما نقول القدرة على اتخاذ القرار، أحيانا الناس تسمعها تقول هذه حاجة بسيطة. لا، القدرة على اتخاذ القرار يعني أحيانا يكون في تجي تلتقي مع مانح ولا مع سلطات محلية ولا مع شركاء من المجتمع المحلي، بتناقشوا قضية معينة. يعني عدم قدرتك على اتخاذ القرار أو مهارة اتخاذ القرار ما هيش موجودة، هذه مشكلة حقيقية. فلازم يكون عنده القدرة على اتخاذ القرار. ولما نيجي نقول القدرة على اتخاذ القرار، آليات اتخاذ القرار مختلفة جدا. بمعنى أنه نقول أنه إذا أنت، خلينا نقول إذا أنت مدير منظمة ولا رئيس منظمة أو حتى مدير برامج، يعني في قرارات أنت تتخذها بنفسك، أنه أنا في قرار معين له علاقة باستراتيجية المؤسسة ولا الجمعية، ممكن ياخذها يعني بنفسه بدون ما يرجع للفريق. هذا ممكن يعني. في قرارات لازم تجيب الفريق يعني وتسمع منهم. مثلا نفترض انه احنا من عمران ولا من حجه، يعني مقر المؤسسه، ونشتي ندخل نشتي نشتغل مثلا نفترض في البيضاء. فانت تجيب الفريق، مدير البرامج، المدير المالي، مدير العمليات، بتقول لهم يا شباب، في معانا فرصه انه نشتغل في البيضاء، ايش رايكم؟ فمدير العمليات ممكن بيتكلم، البيضاء فرصه مهمه جدا، واعتقد انه لو حصلنا المشروع هناك واخذناه انه نقدر نشتغل من ناحيه عمليات. ممكن يجي مدير البرامج، هذه فرصة مهمة جدا على توسع أعمال المنظمة. يجيك مثلا مسؤول المتابعة والتقييم. يعني كمدير هنا أو قائد تسمع من الكل، يجي هتلاقي وجهات نظر مختلفة. ممكن يجي يقول لك مسؤول المتابعة والتقييم، لا، ما نشتيش نشتغل في البيضة، لأن المديرية اللي يختاروها مديرية صعبة، ما نقدرش نعمل متابعة وتقييم، فأنا أنصح إنه ما نشتغلش في البيضة. أو يجي مثلا يقول لك معانا فرصة مثلا في الضالع، فيقول لك احنا عندنا في الضالع ما هوش مشروع قوي، فأنا أنصح إنه ما تشتغلوش في الضالع. فيحصل هذا النوع من النقاش. يجي مثلا تمويل منحة معينة، مثلا في احنا منظمة في التعليم، جالنا تمويل في الصحة، هل نشتغل ولا لا؟ يعني هذه القرارات المفترض إنه يعني مفترض إنه ياخذها المدير، مع يجلس مع الفريق اللي معه ويسمع منهم، ايش رايكم؟ احنا منظمه متخصصه في التعليم، هل نشتغل في الصحه؟ يبدا النقاش. مدير البرامج يقول والله ممكن يقول لا، احنا يعني متخصصين في التعليم، فخلونا نركز على التعليم. تلاقي مثلا المدير المالي لا، نتدخل في برنامج الصحه. ممكن مدير البرامج معه حق، لكن انا معي كادر، ممكن وجود منح اضافيه يساعد اني اوظف الكادر وادفع رواتبهم. نفس الشيء الاوبريشن ممكن يتكلم انه يغطي الايجارات. التفاصيل هذه مهمة جدا. وفي نوع من القرارات مفترض المدير ما يتدخلش فيها. يعني احنا اذا نتكلم في قرارات المدير ياخذ القرار فيها بدون ما يرجع للفريق، في قرارات المدير يناقشها مع الفريق، في قرارات يخلي القرار للفريق. يعني نفترض انه في شغل على مستوى مديرية، وفي تغيير مثلا من مركز صحي الى مركز صحي، ممكن المدير يجلس مستمع، يسمع النقاشات بين مدير البرنامج، بين مدير المالية، العمليات، المتابعة والتقييم، ويخليهم هم اللي ياخذوا القرار. هو بس يعمل لهم دعم، انه او يعطيهم وجهات نظر معينه، انه كذا تمام كذا مش تمام. لكن لازم القرار يجي من عندهم اساس، يحسوا فعلا انهم هم اصحاب القرار، يحسوا بالاونر شيب، ملكيه القرار. فهذه مهم. فاحنا بنتكلم على نقطه مهمه ثانيه اللي هي مهاره اتخاذ القرار. النقطه اللي بعدها مهاره التخطيط. يعني لما اذا انت مدير منظمه ولا مدير برامج، لازم يكون عندك مهارة التخطيط.
عندك القدرة على التخطيط، سواء بنتكلم تخطيط سنوي، تخطيط استراتيجي، بنتكلم على تخطيط مشاريع، تخطيط مالي. مهم جدا انه مدير المنظمة يكون عنده القدرة هذه، او مدير البرامج، اي مستوى قيادي لازم يكون عنده مهارات التخطيط في الجانب اللهم ما يختلف. يعني اذا انت مدير مالي كل بيكون مهارة التخطيط في الجانب اللي معني فيه، التحليل المالي، عمل الميزانيات، موضوع المراجعة المالية، فمهم جدا يكون عندك المهارة هذه. طيب، مين ممكن يضيف في مهارات كثير، بس انا مش حاب، اذا حاب اسمع منكم ايش تتوقعوا، يعني ايش مهارات القيادة، مين ممكن يضيف مهارات؟ تفضل، نشتي نقاش اليوم، نشتي نقاش ونسمع منكم. في مهارات القيادة يا مدرب، إنه القائد يعني يكون مثل الأب. القائد، هذه كلمة جميلة جدا، كلمة جميلة جدا، القائد مثل الأب، جميل. حد ممكن يضيف حاجة؟ تفضل. يعطي عام. العطاء، العطاء، طيب ممتاز جدا. تفضلوا، مين ممكن يضيف لنا؟ مش مثل الإداري، يعني الإداري يقول إن أنا أشياء أعمل، أي ينسب الحاجات له، بينما القائد هو يعمل بروح الفريق الواحد. تمام، ممتاز جدا يا أنس، ممتاز. أنا قلت لكم انسوا موضوع الإداري وانسوا موضوع القيادي، خلونا نتكلم على الصفات القيادية أفضل أو الإدارية. طيب أنس قال كلمة، مهارات أنس قال كلمة جميلة جدا، إنه يكون مثل الأب. يعني مين ممكن يشرحها لي؟ تفضل دكتور، يعني تفضل يا خالد. تفعيل الجانب الإنساني في المؤسسات أو الجمعيات، بمعنى لا يكون المدير جامد ويكفي في قراراته، وإنما ينظر للجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والنفسي لأفراده، فلا بد أن يوازنهم، لأنه هذا هو التأثير. التأثير أن تتحرك مع فريقك بالجانب، الجانب الإداري والجانب النفسي والإنساني الذي يحرك الجانب، وأيضا الجانب العاطفي. فهذه من السمات الأساسية للتأثير سواء كان مدير أو قائد. طيب شكرا يا خالد. في يعني انت أيوة حول نفس النقطه، انه القياده هنا ما بنتكلمش على قياده جامده، قياده انه الموضوع ما هوش اعطاء اوامر ولا اعطاء تعليمات، القياده هي عمل اللي تكلمنا. يعني للاسف المفهوم النمطي للقياده انه في قيادة، يعني خصوصا القيادات التاريخيه اللي في اوامر وفي هذا ما ينفعش في منظمات المجتمع المدني وفي الفتره الحاليه. نتكلم على قيادة جماعية، يعني النقاط اللي طرحتوها اللي بتقول لازم يكون زي الأب، اللي بيقول الجانب الإنساني، هذا مهم، هذا جزء منها بيدخل في قدرته على بناء الفريق، وفي جزء منها اللي هي مهارة التواصل، لازم يكون عنده قدرة على التواصل مع الموظفين والموظفات اللي معه. لغة تواصل سهلة، لغة تواصل مفهومة، رسائل تكون واضحة. صعب جدا إنه أنا أقول هذا يعني في القيادة، إنه هذا قائد ناجح اقل شيء، ويجي يعمل اجتماع ساعه ساعتين ويخرج من الاجتماع الموظفين تقول لهم ايش كان الاجتماع؟ يقول لك مش عارفين ايش ناقشنا، ايش النقاط اللي ناقشتيته؟ مش عارفين. طيب ايش اتفقتم؟ والله مش عارفين، احنا اجتمعنا وخرجنا. هذه يعني مشكله حقيقيه، فلازم المدير والقائد يكون عنده القدره على التواصل. انا ك يعني موظف، ولا لما يجي مديري مهم جدا انه لما اجلس معه رسائله لي تكون واضحة، حصلت مشكلة، حصل خلاف بيني أنا وزميلي، يستدعيني المدير ولا يقول لي تعال نجلس نتكلم إيش اللي حصل. لازم يكون عنده قدرة على التواصل، لازم يقدر البعد الإنساني اللي تكلمت عليه الأخت خالد، يعني وخصوصا في وضعه زي وضعنا في اليمن، وفي ضغط نفسي كبير وحرب ومشاكل بالخدمات الأساسية، مهم جدا إنه يكون البعد الإنساني حاضر في كل مراحل إدارة المشاريع. فهذه نقطة مهمة جدا، مهم جدا انه ما حدش يغفلها. في نقطة ثالثة، يعني في مهارة مهمة، القدرة انه يبني ثقة مع الموظفين والموظفات عنده. لازم يكون المدير والقائد عنده القدرة على انه يبني بناء الثقة، مهم جدا. كيف انا ممكن موظف ولا الموظفة، خلوني اسال، يعني لانه بناء الثقة بس أضيف بس يا أستاذي العزيز، يعني أهم والكل من بين الصفات التي لازم إنه يكون يتمتع بها القائد، إنه يكون عنده قدرة على إدارة الأزمات في ظل الأوضاع الحالية الموجودة عندنا في البلاد والعدم الاستقرار. يا كرام، إدارة الأزمات هذا مهم جدا. شكرا لك. ايوه،
إدارة الأزمات. بس خلينا لما أقول القائد لازم يكون عنده القدرة على بناء الثقة، إيش أقصد في الكلام هذا؟ احنا رافعين عندنا من اول استاذ، منتظرين الاذن بالكلام. أنا والله مش أشوف، يعني إحنا لأنه بنحفز المشاركة، فتفضل يا منير، تفضل تفضل. أنا ما يا انتبهت سيدي لأصواتك سلام الله لأنه عليكم، سلام الله عليكم جميعا. معنا 5 صفات اساسيه في القياده. اول واحده بيكون منها الاتصال والتواصل الفعال مثل ما ذكرت انت سابقا. ثاني شيء بتكون التخطيط الاستراتيجي، ان يكون بعد استراتيجي وتخطيط. ثالث شيء القدرة على اتخاذ القرارات. الرابع شيء المسؤولية. خامسا امتلاك رؤية واضحة وصريحة. ومن أهم ما يميز القائد الفعال هي السي دي. السي معناها اتصال وتواصل فعال، والدي الذي هو دوكيومنتيشن الذي هو توثيق ومتابعة مستمرة لما يتم اتخاذ من قرارات. هذا ما حبينا نشارك فيه يا سيدي، شكرا شكرا لكم. شكرا. احنا تكلمنا على بعض النقاط اللي ذكرت، في نقاط عن نجي لها. كنت اتكلم على قدرته على يعني على بناء الثقة. ممكن حد لما اجي اتكلم انه والله المدير الفلاني ولا القائد الفلاني عنده قدرة على بناء الثقة مع الموظفين، ايش اقصد فيها؟ او ممكن حد يعطيني مثال كيف ممكن يكون يعني فعلا في بناء ثقة بين المدير والموظفين، يعني ممكن حد ممكن يكون يكلمني؟ في مشاركة، ممكن تفضل. يكون في مشاركة في اتخاذ أول نقطة من بناء الثقة، هو مشاركة الأفراد أو الموظفين في اتخاذ القرارات. هذا أعتقد أنه من أهم الأمور التي تبني الثقة، ممتاز. فلا اعطيني يكون المدير يا خالد، مكشوف بالعراها. يا اخت خالد ممكن تعطيني مثال نقول انه فعلا يعني هنا في بناء في ثقة بين المدير والموظف؟ اعطيني مثال واقعي، مش لازم من تجربتك، لكن حتى مثال تخيلي انت تتوقعي انه هذا مثال حقيقي لبناء الثقة. مثال من الواقع على الثقة من ولا على الواقع كيف نشر الافتراضي يعني، الثقة؟ بس اسمع يعني عشان اعرف ان انتم فهمتوا بناء الثقة بشكل كويس. هو ثقة في قرارات المدير، يعني عندما يثق الأفراد في قرارات المدير اتخذها، هنا بنية الثقة. يعني طيب على المدير عندما طيب يا يكتسب خالد، الثقة ونرى الأفراد أنهم يعني يؤمنون اي قرار بهذه يتخذ، القرارات. اي قرار يتخذه المدير نثق فيه، هل هذا قرار؟ مش بس هذا القرار، بناء، احنا يعني هذه من أم قرار الأساسيات تفضل. من المؤشرات. مؤشرات على أنه في ثقة بين الأفراد بين الموظفين والمدير. اوكي شكرا يا خالد، كرام تفضلي. ممكن أضيف أنه الثقة قد تكون عن طريق إعداد الخطة السنوية للمؤسسة أو المنظمة، تكون بمشاركة الجميع، الكادر الكلي يشارك في إعداد الخطة السنوية طيب أو الخطة العامة لتطوير العمل في المؤسسة. شكرا. هذا نوع من أيوة والتحفيز لهم. طيب دكتور منير عندك إضافة؟ تفضل ايوه سيدي، تفضل. الحين انت بتتكلم عن بناء ثقه. بناء ثقه معناته انه التحفيز في العمل، كيف تحفز الموظف ولا هذا عندك؟ من خلال رفع المقترحات والرؤى وايش، وتحفيز الموظف الذي لديك، هذا يولد ثقه بين المدير هذه والموظف آليات بناء الثقة. على بس اساس. أنا يا دكتور منير نفترض أنه أنا يعني مش خلينا نفترض أنه أنا الآن مدير منظمة أو رئيس منظمة، فأنت خلينا نقول أنت كمطلع من الخارج، موظف مش موظف معنا، ها مطلع من الخارج، بعدين تجي تقول اها والله يعني معك زميل مثلا شغال معنا، تجي تقول والله أحس المؤسسة هذه في ثقة بين الموظف وبين الموظفين من خلال أو بين الموظفين حيتم والقيادة، المتابعة، وفي ما من فيش خلال ثقة. رفع تقارير الأداء، تقارير الإنجازات، تمام، والاتصال الفعال، يعني تؤدي فيدباك، يعني كل تقرير تعمل فيدباك كويس، هذا يولد ثقة بينك وبين المانح، بينك أنت والخارج، بينك أنت وال طيب شكرا يا دكتور منير. يعني دكتور منير في آليات يعني بناء الثقة نجي ممكن يعني نتكلم فيها، هو للأسف مدة الجلسة ما ساعدناش انه نتكلم بتفاصيل كثير، لكن أول شيء لما أتكلم على أنا بناء الثقة يعني البعض يعتقد أنه سهلة، لا يعني من أصعب الحاجات. يمكن أنا لي 15 سنة في منظمات المجتمع المدني في مختلف المستويات، أحيانا بناء الثقة من أصعب الحاجات اللي ممكن تواجهها. ممكن يكون لأنه بيعتمد على شخصيتك كمدير مدير قائد، يعتمد على شخصية الشخص المقابل لك اللي تشي تبني الثقة. يعني في يعني أنا اشتغلت مع موظفين وموظفات زملاء وزميلات، أحيانا بناء الثقة ممكن في 3 أشهر أنا أبني الثقة وإنه خلاص علاقتنا كويسة وفي ثقة. أنا بجي بعدين إيش يعني الثقة، وأحيانا أنت تحتاج تبذل جهد إضافي
يعني من اشهر الى سنه على يعني تبني الثقه. فعاده هم بيقول لك انه انت اذا كنت حاب تبني ثقه مع زميل زميله موظف موظفه، يعني سواء انت كنت المدير او العكس، لكن افترض هنا انت المدير عليه، تحتاج من 6 اشهر الى سنه، هذا متوسط، ممكن يقل ممكن يزيد. يعني ممكن يعني اذكر انا في واحده من التجارب اللي خضتها احتجت الى سنتين تماما عشان ابني الثقه مع احد الموظفين اللي كان شغالين معنا، سنتين. انت متخيل انه بمعنى ايش؟ لما جاب بناء الثقه، يعني اللي يتكلم عليه يمكن منير، يعني القائد لازم يكون عنده يعني مهاره التواصل من اهم مهارات القياده، وعاده بيقول لك ممكن 60 الى 70% هذه يعني مهمه جدا، يعني من المهارات اللي مطلوبه في القياده. فانت لما يكون معك موظف، مثلا انا مدير تنفيذي، رئيس تنفيذي او مدير برامج، ايش ما كان الليفل اللي انت فيه، وتوظف موظف جديد، فالموظف محتاج يفهم كيف بيتعامل معك. يعني هل انت يعني هل بيكون التعامل سلس؟ هل الرسائل بتكون واضحه؟ هل ممكن انا يعني اتصل فيك بشكل سلس، اتصل فيك في اوقات مختلفه؟ هل اذا حصل يعني تقدر تبني، هل ممكن اثق في يعني رايك؟ فما تجيش الثقه في يوم وليله، يعني لانه انا مدير وهذا تحت إدارتي، المفترض أنه يثق فيني تلقائيا. هذا الكلام مش صحيح، هو أكيد بينفذ تعليمات الانستراكشن، لكن أنه يثق فيك هذا موضوع مختلف تماما. لازم أنت كمدير وكقائد وكمدير برامج تبذل جهد إضافي عشان تبني الثقة بينك وبين الموظف اللي أمامك. بمعنى أنه يعني نفترض أنه في، أنا شايف جهات مختلفة تماما، نفترض أنه معانا برنامج صحي، والمدير اللي الموظف وانت وظفت مدير برامج صحيه، اول حاجه جاي يعملها جاي يكتب مقترح بيقدمه للمانحين. انت اول ما بدا يكتب مقترح شاف في صعوبه، يعني متطلبات المانحين ما هوش مطلع عليها، راح جلس مع المدير، يا مدير لو سمحت ايش تساعدني. هنا طريقه ردك مع الموظف هذا هي بيحكم انت ايش اللي تشيته. يعني ممكن تقول له يا اخي هذا شغلك، انا ليش وظفتك؟ ليش ادفع لك راتب؟ لا، عشان تكتب مقترح. او ممكن تقول له اوكي تعال بنجلس انا وانت وبنكتب المقترح، بساعدك اذا انت خبره في المجال، قد تكون ما فيش مش مج... يعني ما هوش مجال خبرتك، بقول له لا انا بطلب من سين ولا صاد يجلس معك ويعمل لك دعم فني. هنا بيبدا يفرق. ثاني يوم بعد فتره بدا المشروع هذا يتنفذ، وواجه مشكله مع الاسكيمشا مثلا، انه التصريح تاخر شهر شهرين 3 شهور، جيت لعنده يا مدير التصريح تاخر له شهر شهرين، طريقه تعاملك مع الرياكشن اللي انت بتعمله تاخر شهر شهرين ليش؟ والمانح منتظرنا ومش عارف ايش، وبيدخل اذا ما قدرنا لازم تنفذ خلال اسبوع ولا اسبوعين يكون التصريح، ولا مش بوقف راتبك. هذا ما بيبنيش ثقه مع الموظف. او لكن انت تصرفك كمدير تجي ايش المشكله؟ كيف ممكن اساعدك؟ لازم، مهم جدا، ايش المشكله؟ كيف ممكن اساعدك؟ هذا بيخلي بناء الثقه. توصل مراحل بناء الثقه الى مستويات انه انت لما تغلط، يعني ما حدش، يعني انا دائما في التدريبات لما اجي اسال، يعني انا اعمل تدريب واجي اسال الموظف، انت كنت مدير مشروع ولا نفترض مدير مالي، وحصل يعني حصلت معك مشكله كبيره جدا، انه مثلا ايش ما كانت المشكله، يعني ممكن اعدد لكم مشاكل كثير، يعني انت بتوزع سلات غذائيه جو نهبوا السلات الغذائيه، انت شغال في مركز صحي، المركز الصحي يعني كان في ادويه، الادويه هذه انتهت بدون ما، وانت شفت اني انتهت. اذا انت ما عند مش مطمن انه اذا رفعت المشكله الى مديرك المباشر، ايش ما كان مدير، يعني نتكلم مدير مشروع مدير برامج، المهم اذا انت كموظف او انت كموظفه اذا جايه ترفع المشكله، اذا مش مطمنه انك يعني أن ترفع المشكلة أنه بيكون حل، أنه ممكن يكون يعني ما عندكش، يعني ما تجراتيش أنه ترفع المشكلة. هنا هذا أبسط مثال، أنه ما فيش ثقة بينك أنت أو بينك أنت والمستويات القيادية. لأنه لما يكون في ثقة، أنا موظف، أنا كنت أدير برنامج مساعدات غذائية، نهبوا لي السلة الغذائية، إذا أنا أثق في المدراء المباشرين اللي فوقي وأثق في قيادة المؤسسة اللي أشتغل فيها، طبيعي جدا اني ارفع لهم واجي اقول لهم يا مدير، يا مدير المشروع، يا مدير البرنامج، حصلنا في السلات الغذائيه. قد يكون في تقصير مني جائز كمنسق ولا كمسؤول التوزيع، لكن هذا اللي حصل، وانا حصل مني تقصير، كيف يعني كيف ممكن تساعدني؟ كيف ممكن تحل لي المشكله؟ فهنا يجي هنا كيف ممكن انت كقائد تتعامل مع الموضوع هذا؟ هل انت بتحل لي المشكله وبعدين يعني تشوف ايش المشكله، هل ما اتخذش الاجراءات يعني اذا نتكلم على مركز، خلونا نعطي مثل اللي هو نهب،
المواد الغذائية، السلات الغذائية. تجي تحلل المشكلة، هل الموظف هذا مثلا اختار مخزن في مكان غير آمن؟ هل الموظف هذا مثلا انه معاه أمناء مخازن ووظفناهم بس ما كانش يتابع، مش متأكدين انهم موجودين؟ هل ما كانش عنده خطة لإدارة المخاطر؟ فتجي تشوف ايش المشكلة وبعدين تساعده. بعد ما تخلص هذا تجي تشوف، ويحتاج تدريب، يحتاج تأهيل، يحتاج إرشادات معينة تعطيه. أما إذا هذا متى بيجي؟ متى بيوصل الموظف أو الموظفة اللي عندك ويقول لك أنا عندي المشكلة هذه، أنا غلطت، أنا أخطأت، أنا قصرت؟ لما أنت تبني الثقة معه خطوة بخطوة. أما من أول غلطة زي ما يقولوا تكسر مجاديفه، عمره ما راح يرجع لك. يعني نهبوا سلات، يلا كيف نغطيها؟ تشوفوا لنا التقارير كيف ممكن نغطيها بدون ما تكتشف إلا انه فعلا حصلت مشكله كبيره، وانت يعني وانت مش تجد. يعني لما تحصل المشكله تقول ليش ما بلغتنيش، وما بيقول لك اني ما ثقش فيك. يعني اي يعمل لك انا حاولت احلها، حاولت مش عارف ايش، حاولت، لكن لو بلغك يثق فيك. يعني لو كان يثق فيك بشكل كويس وانت بنيت علاقه ممتازه جدا وبنيت اليه تواصل زي ما قالوا الزملاء منير وغيرهم، بيجي يبلغك ويقول لك انه حصلت المشكله هذه. فللاسف هذه اهم يعني اهم المهارات اللي المفترض ان المدراء يبنوها مع الموظفين، بناء الثقه مهمه جدا، لاني للامانه بتساعد في تخفيف كميه كبيره من المشاكل وتخلي العمل صحي. لانه انا اذا انا كموظف، انت كموظفه، لما تعرفي انه في ثقه بينك انت والمدير المباشر ولا قياده المؤسسه اللي انت تشتغلي فيها، وانه الموضوع ما هوش بس يعني نفذ اوامر، عقاب، جزاء، يكون تقدر تشارك المشاكل، التحديات، تطرحي حلول. هذا مهم جدا. ان يعني تقدر تتحمل، اللي يتكلم عليه الاخ منير، تحمل المسؤوليه. لا دائما يعني لما نتكلم على قيادة، على مدير، تحمل المسؤولية. ما يعني لا حد يجي، أنا يعني مثل دائما الأب عفوا يا، لما بعطيكم فرصة، لما نجي نتكلم هي يعني في اجتماعاتنا مع مع الموظفين، ولا مع في تدريباتنا مع أي جهات، بنقول له ما دام أنت قبلت تكون مدير ولا يعني مدير برامج، مدير مالي، مدير عمليات، لازم يكون عندك القدرة انك تتحمل المسؤولية. القيادة مرادفة للمسؤولية، فهذا مهم جدا، تحمل المسؤولية. الأخ محمد الموهبي تفضل. أخ محمد تفضل. دكتور منير تفضل. اللي رافع يدك اللي حاب يتكلم يتفضل قبل ما ننتقل. يا دكتور، يعني ما بتوجد الثقة إلا بالمسؤولية. يعني أنت إذا تعاملت مع الموظف كأنه زميل، كأنه صاحب، كأنك أخوه الكبير، يعني في هذا الحالة هو الذي بيرفع لك هذه الأشياء. صحيح، وهذه بتنبني. يعني اذا في ما نقدر، يعني للامانه مش عارف الموظفين الموجودين هنا ايش الوظائف اليوم فيها، والله لكن أكبر 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 ما يزرع الثقة المادة هذا الأيام. هل المادة، تمام انت قصدك الراتب صح؟ الراتب إذا أعطيته حقوق ما يشتغل قرعة ليل ارفض ونهار، يا والله محمد، اسمع الرتبة مني تقلها. والله، اسمع مني يا محمد. الراتب جزء في، يعني ما اقدرش اقول انه مش جزء، الراتب جزء، لكن موضوع بناء الثقة يعني في لها عوامل. يقول لك الربح مسامير الركب، هكذا مثل شعبي. خليك، احنا بنتكلم على إدارة وعلم هنا، تمام. في بتلاقي في موظفين يعني يعني رواتبهم ممكن يعني عالية جدا، خلينا نقول عالية بدون ما اذكر ارقام، عالية جدا، لكن هذا ما لوش علاقه بموضوع الثقه. الثقه هي آلية عمل يومي، تواصل. ممكن يكون ما قدرش تبني الثقه، وموظف عندك براتب عالي، ثاني يوم بيقدم استقالته بيروح جهه ثانيه. تمام، انا اتكلم معكم على تجارب عديده جدا. يعني الراتب جزء، يعني ممكن يكون جزء معين انك تحافظ على الموظف ولا الموظفه ما ينتقلش مكان ثاني، لكن بتلاقي انه في منظمات وفي جهات الموظف يعني ممكن يروح مكان ثاني ويحصل راتب افضل، لكن لانه مرتاح للكادر، لانه مرتاح لانه في تفاهم، لانه في ثقه، فهو جالس مع نعم مع نعم فالراتب ال... هو ممكن يكون جزء منه، لكن ما هوش العامل الحاسم او الاساسي. مين ممكن كمان يذكر لنا؟ هو عفوا انا بس اضيف لك في هذا الجانب، يعني اختيارك للكادر بالدرجه الاولى كقائد هذا هي الاساس للنجاح العمل ونجاح المؤسسه. ايضا يقول المثل، يعني قل لي من فريقك اعرف من انت.
ممتاز جدا، اليوم معنا خبير امثال، شكرا يا محمد، شكرا. طيب، فهذه مهمه جدا، يعني المهارات اللي تكلمنا عليها، الاتصال والتواصل، تحمل المسؤوليه، اتخاذ القرار، التخطيط، قدره على التحليل، مهم جدا انه يكون عندك كقائد مدير، انه تلاحظون اني دائما اقول قائد مدير، لاني بجي للنقطه هذه، قدره على التحليل، سواء بنتكلم جميعا، يعني لما يكون في مشكله، يعني تحليل المشكلة مهم جدا، لأنه إذا ما عندكش القدرة على التحليل أكيد ما تكونش عندك القدرة على اتخاذ القرار، أو إذا عندك القدرة على التحليل ما عندكش القدرة على التحليل، وأنت يعني زي ما بنقول مسيمخ كل شوي تاخذ قرار، فالأغلب القرارات ما تكونش مناسبة أو صحيحة. فمهم جدا أنه يكون القائد عنده القدرة على التحليل. في حد من الزملاء أو الزميل قال الاستماع، مهارة الاستماع من أهم المهارات اللي موجودة تتطلب في القيادة. يعني ممكن أنت تدخل اجتماع لمدة نص ساعة، يعني اليوم أنا لأني مدرب أتكلم، ممكن تدخل اجتماع نص ساعة إلى ساعة، لاحظ أنه يعني مدير الاجتماع هو اللي بيتكلم، طيب معك 10 موظفين حاضرين، ولا 5 موظفين حاضرين، أعطي حد فرصة يتكلم، وإذا تكلموا كل شوي قاطعهم، لأنه يعني الاعتقاد أنه أنا مدير ولا قائد، أنه لازم هم يسمعوني وكلامي دائما الصح، هذا ما بيعملش تواصل سلس، ما بيديش لأبناء الثقة. فمهارة الاستماع هي مهارة مهمة جدا. في يا حد دكتور، تفضل. والله ان بعض الاحيان واحد يتقاضى على المبالغ اذا كان في عمل وفي ترابط في العمل وفي انسجام وفي هذا اكثر من المادة. أنا أتفق معك تماما، أتفق معك تماما. أنا مثلا في فترة، بالذات في العمل الانساني هذا يعني. أيوه، أذكر فترة من الفترات كنت شغال في واحدة من الجهات، فكنت يعني مرتاح في المكان للأمانة، وعلاقتي كويسة بالكادر وبالمدراء، فأي فرصة عمل كانت تجيني في الأغلب، يعني مش في الأغلب، كنت أرفضها يعني، وكان الراتب أكثر، يعني ممكن لو جتني فرق كبير في الراتب ممكن أغير، يعني واحد يبدأ يدرس اللي يتكلم عليه الآخر، لكن أحيانا ما يكون الفرق 5% 10%، حتى ممكن كان يوصل 30% للأمانة، لكن لأنك تشعر أنه في لغة تواصل، أنه يفهمك، أنه مقدر لك، أنه يتحمل المسؤولية معك. يعني الآن الإشكالية أنه أحيانا يعني عدم، يعني لأنه مثلا موظف ولا موظفة قصر في حاجة معينة ولا أخطأ، وعدم تحمل المسؤولية مع الموظف والموظفة، هذا بيأثر على أبناء الثقة. لازم أنت دائما دائما النقطة اللي يمكن تكلم عليها الدكتور منير، وفي حد من الأخوة أعتقد ذكرها، القيادة يعني يحضروا وقت المشاكل لأنهم بيحلوا مشاكل، ويغيبوا المفترض وقت التكريمات. يعني المفترض انه مش معقول انه نجح المشروع، انا اصلا نجح المشروع لاني انا المدير الجهه هذه، وانا قدمت وانا جلست مع المانح، ولما يكون في مشكله في الميدان اصلا مدير المشروع اللي وظفناه ما كانش مدير مناسب. لا، في القياده والاداء، القيادي الناجح والمدير الناجح ممكن يجلس مع المانح مره ومرتين وثلاث مرات واربع مرات، لما يقنع المانح انه يوقع المشروع، جت الاتفاقيه سلمها لمدير المشروع، مدير البرامج، نجح التنفيذ، يجي يقول المشروع نجح لانه معانا مدير مشروع ناجح، اما يجلس يقول المشروع نجح لانه اني، يعني تكبير الانا، لا، افترض انه يسموها الاكريديشن بالانجليزي، يعني ما ادري ايش الكلمه المناسبه، لكن يعني مفترض انه ينسب الانجازات للموظفين اللي بيشتغلوا معه، ولما يكون في مشكله يعني يجي يتحمل، انا اتحمل المسؤوليه لاني انا المدير التنفيذي، لاني انا الرئيس التنفيذي، لاني انا مدير البرامج. هنا الموظفين بيش عندك اللي معك بيشعروا بالارتياح، بيشعروا بالاطمئنان، انه يعني انا ممكن اكلمكم على يمكن عشرات القصص حقيقيه يعني من مجال عملنا، يعني في مشاريع، يعني مثلا اعطيكم مثال حقيقي، كان معنا مشروع في البيضاء، مشروع اللي هي تنفيذ الخدمات الصحيه في مجموعه من مراكز البيضاء. المهم كان معنا مدير مشروع، اجتهد مدير المشروع انه نزلوا عملوا تقييم احتياج في المراكز الصحيه، شافوا انه في احتياج للطاقه الشمسيه، كان شافوا ميزانيه الطاقه، هذا يمكن 2018 2019، احتياجنا من الطاقه الشمسيه يمكن 10 مراكز تقريبا، او تقريبا يعني 25000 26000 دولار في الحدود هذه، يعني بين 1500 الى 2500 لكل مركز. المهم وهم بينفذوا الانشطه بيشوفوا الميزانيه، اخذت مع الدكتور عادل موضوع الميزانيه، شافوا انه يعني في بند في فائض، فممكن يستخدموا البند هذا في شراء الطاقه الشمسيه للمراكز. عاده اذا في فائض
حسب من كل مانح لمانح يختلف، فانت لازم ترجع للمانح وتقول له انا في معي فايض في البند الفلاني 5000 10000 دولار، ايش استخدمها في النشاط الفلاني في البند الفلاني؟ المانح يوافق او يرفض. هذا المانح كان اول مره نشتغل معه، مانح جديد، يعني مدير المشروع عمل اللي عليه، اتصل في محاسب الجهه المانحه قال لهم معانا فائض يعني 25 26 الف ما اذكرش بالضبط، تمام، فممكن نستخدمه في شراء الطاقه الشمسيه للمراكز الصحيه لانه في احتياج في معانا ثلاجات التحصين. قال له تمام يعني ممكن. المهم مشيت نفذ المشروع واشترينا الطاقه الشمسيه، يمكن وصل بعدين لما بداوا ينفذوا وصل تقريبا ل 30 ألف دولار، والبند كان فيه فائض كافي يعني 30 ألف دولار. بعدين يمكن خلصنا المشروع، قفلنا المشروع، انتهى الموضوع. بعد 6 أشهر تقريبا، 6 أشهر أو 6 أشهر إلى سنة والله يمكن أكثر، أنا مش متذكر التفاصيل، حصل اللي هو مش عارف إذا أخذته مع الدكتور عادل اللي هي المراجعة المالية، المراجعة المالية لوثائق المشروع. فحصلت المراجعة المالية، محاسب يعني لما رفعنا الفواتير والتفاصيل محاسب المنظمة قال المانحة قال لهم في معاكم 30 ألف دولار شراء الألواح الشمسية والتفاصيل هذه، وهذا مش معتمد في الميزانية. فالتكاليف هذه نعتبرها تكاليف غير مقبولة وأنتم لازم تتحملوا. رفع الموضوع المدير، يعني المدير المالي مع مدير المشروع، مدير رفعه لعندنا، يعني احنا كقيادة المؤسسة جالسين نناقش ايش اللي حصل يا شباب؟ قالوا والله انه حصل 1 2 3، كان في معنا عملنا احتياج، شفنا دكتور في مراكز صحية احتاج طاقة شمسية، ما واحنا ما عملناش في المقترح، اتصلنا لمحاسب المشروع المنظمة نستفسر هل محتاج، قال لنا امشوا يعني. طيب هل وثقتم هذا في ايميل بعد ما قال لكم تمام موافق ان انتم؟ قالوا لا والله نسينا، ما ارسلناش ايميل. طيب حاولنا مع المحاسب يعني الجهة المانحة، يعني ما قالوا ممكن تواصلوا معنا، بس احنا قلنا لهم اذا تشوا نعتمد رسلوا ايميل. المهم دخلنا في اخذ ورد كبير. المهم في النهايه المؤسسه قرر يعني تحملت 30 ألف دولار. طيب يعني كل اللي ايش اللي عملنا؟ طيب اذا يعني نفترض انه خلينا نقول ممكن نقول لنا ايش عملنا؟ خلينا ايش تتوقع ممكن يكون عملنا يعني؟ حد يحب يشارك؟ انتوا معايا ولا لا؟ ايوه معاك. فاللي كل اللي عملناه انه جينا الموظفين اللي كانوا مسؤولين على المشروع، عملنا لهم تدريب في لوائح المشروع واشتراطات المانح، ومتى لازم، متى تقدر يعني تعمل مناقلة، متى مسموح لك، متى مش مسموح لك، حتى انذار ولا تنبيه ما وجهناش. لانه اذا يعني لانه في النهايه الموظف اللي كان ماسك المشروع اجتهد، يعني اجتهد، وجزء من المسؤوليه يتحملها يعني اداره المنظمه، قياده المنظمه، لانه ما دربوش الموظف على اللوائح الماليه للمشروع، فهو اجتهد ويقول لك يلا انا ممكن امشي الـ النشاط هذا بدون ما يكون عندي موافقه خطيه. فهنا يعني انت هنا بتبني ثقه مع الموظف، والموظف انه لما يغلط، ونتكلم على هنا خطأ كبير يعني كلف في تكاليف مالية على المؤسسة، لازم أنت كمؤسسة تقدر يعني تستوعبه. في أحيانا أخطاء بسيطة جدا يعني ما في لهاش أي تبعات، لكن نشوف ردة فعل المدراء أو قيادة المنظمة ما هيش طبيعية. رسل يميل بالغلط، تسمع أنه يستدعي الموظف وتنبيه وانذار، ليش؟ طيب أنت محتاج تبني يعني دائما لما يخطأ الموظف ولا الموظفة، لازم أنت كمدير ناجح قيادي ناجح، الخطأ فرصة للتغيير، دائما الخطأ فرصة للتغيير، دائما الخطأ فرصة للتحسين. يعني افضل الفرص اللي احنا يعني اللي احنا استثمرناها في المؤسسة يعني في مجال شغلي كانت ناتجة من اخطاء، يعني كل تغيير عملناه في المؤسسة كان نتيجة اخطاء معينة موجودة عند يعني في اثناء التنفيذ. الاخطاء نتحملها يعني مسؤولية قيادة المؤسسة، وبعدين لأنه هم المفترض اللي يتحمل المسؤولية، مش الموظف ولا الموظف اللي هو منسق يعني ولا مساعد إداري يجي يحملها أخطاء كبيرة جدا. فدائما الأخطاء فرصة، دائما لازم ناخذها كفرصة، فرصة للتغيير، فرصة للتحسين، فرصة للتطوير. فاحنا هنا تكلمنا يعني صفات القيادة كثير، يعني لو نتكلم ممكن يحتاج لنا تدريب كامل في موضوع الصفات القيادية. أن نجي لنقطة مهمة أعتقد خالد وإلهام ذكروها، اللي هي المدير والقائد، صح ولا لا؟
مين اللي ذكرها؟ تفضل، أي حد عنده تعليق يتفضل. مين اللي؟ أعتقد خالدة ذكرت موضوع القائد والمدير. خالدة معي؟ نعم، تفضل يا خالدة، إيش كانت؟ أيوة، أي معك. لا بس أنا قلت إنه في فرق بين القائد وبين المدير، يعني في سمات، في فرق، ما أعرفش المدير هو القائد أو القائد هو المدير، طيب تمام. يعني مهارات أو صفات القائد تختلف عن مهارات المدير، بمعنى إنه مهارات عليا، مهارات سمات شخصية كاريزما معينة للقائد، يعني مش ممكن أكون مدير بس ما عندي المهارات العليا في التأثير. يعني ممكن قادر على إدارة الفريق، على إدارة الأنشطة، على المشكلات، التواصل ممكن، لكن في مهارة عليا بحيث يكون هذا هو القائد الملهم، يعني الذي يبي يؤثر في تحقيق الأهداف، جوهر الأهداف يكون، طيب ايش يعني يحقق الغاية. اوكي نعم شكرا شكرا. مين ممكن يضيف لنا؟ يعني احنا هنتكلم، يعني هو موضوع، هذا موضوع نقاش. من حاب يطرح وجهة نظره في الموضوع هذا؟ دكتور منير حاب تقول حاجة هنا؟ الاخ محمد الموهبي بكر، الناس اللي ما سمعناش صوتهم. طيب، المدير، هناك فرق بين المدير والقائد. المدير هو الذي يصدر الأوامر، وهو يكون الأمر الناهي في العمل. طيب، بينما القائد يجعل العمل تشاركي فيما بينهم، يعني مش يكون هو صاحب السلطة، وأنه هو المدير، وأنه له الصلاحيات، وأنه يصدر التوجيهات. فالقائد يكون مشرك الجميع ويشجعهم على إنجاز العمل والنجاح. يعني القائد يكون مبدع ومبتكر، يبحث عن التطوير والتجديد، ويكسر يعني يكسر قواعد البيوقراطية. طيب اللي هنا المدير هو حرفي منفذ للتعليمات والأوامر، وأيضا بيكون متشبث بكل أمر، يعني يعزز البيوقراطية وقاعدته. الله لا يغير علينا، هكذا واصل. شكرا يا منير. ندى شهاب، ندى شهاب ممكن ممكن جاي لك يا بكر. الأخت ندى شهاب، بس نحب نشارك الكل يعني عشان يشاركوا معنا. عندك فكرة، هل أنت مع أنه يعني في فرق بين القائد والمدير، ولا هم نفسهم، ولا يعني القائد زي ما قال الأخ هو اللي يعني يغير، والمدير هو اللي ما يعني الله لا يغير علينا. ندى كذا رتبي أفكارك على بال ما نروح لعند أخ بكر ونرجع. تفضل يا بكر، تفضل تفضل. طبعا القائد هو الذي يبدأ بنفسه ويكون مبتكر، ينشأ، يطور، يفهم ثقافة الفريق، يركز على الآفاق والأهداف، يبدأ بنفسه يعني، ويحاول يتجه بالفريق إلى الهدف المخطط له. أما المدير هو طريقة إدارة الفريق، كيف أدير الفريق بطريقة صحيحة. يقبل المدير، يعني يتولى الإدارة ويحافظ عليها ويحافظ على السيطرة على الفريق. هذا يعني فرق بسيط فقط. مين ممكن يضيف كمان؟ هنتكلم، مين ممكن يضيف؟ يعني هو أعتقد ممكن نعمل تصويت، بس العدد 10. هل في حد عنده وجهة نظر مختلفة عن اللي بيطرح هنا؟ يا أخي، القائد هو يعني يكون كريم بالعطاء، في التعامل، في الأخلاق، في المشاعر، في أيضا يكون على الأمر الإيجابية، يساهم في إعطاء الفريق العامل والحافز النفسي يعني للعمل معه. أيضا يحتفل بأي إنجاز يعني يتحقق، حتى ولو كان هذا الإنجاز يعني نشاط صغير أو عمل صغير. إذا اجتمعت الإنجازات الصغيرة أو الأعمال الصغيرة والنجاحات الصغيرة، هي بتكبر حتى يصل الإنجاز إلى إنجاز كبير. المدير هو ما يستطيعش إنه يحقق نجاح في هذا الجانب، برأي إن أي إنجاز كان كبير أمرا عادي عندما ما فيش اهتمام به، وأيضا يعتبر من واجبات الموظف التي لا يستحق عليها أي شكر. يعني هذا عملك تقوم به، أنت مكلف بهذا العمل، لا بد ما تنجز عملك الذي أوكل إليك. فهذا غلط، يعني لا بد يكون العمل تشاركي، وأي نجاح لا بد أن نقتدي بخلية النحل، يعني كيف تكون متساعدة فيما بينها. طيب شكرا، شكرا لك.
ممكن المداخلة جد بسيطة. الإدارة تركز على المفرجات، بينما القيادة تركز على العنصر البشري. شكرا. دكتور منير تفضل. يا سيدي، مثل ما تكلمنا سابقا، يمكن نقول انه لا فرق بين القياده والمدير، هي كلها في الاول وفي الاخير اتخاذ قرارات وتسيير عمل وحل مشكلات. واذا كانت في فروق فبتكون في العناصر التاليه، اولها النزاهه، حل المشكلات، اتخاذ القرارات، ايش تحديد الاهداف. اي ممكن تفرق لي مثلا النزاهة ايش ممكن تفرق لي الفرق يعني يعني؟ ان يكون لما تكون في نزاهة عند المدير هو بيغرس قيم عند الموظفين الذي لديه، والقائد كذلك يجب أن يكون نزيه ويكون مترفع عن بعض الحاجات، يخلق جو من العيش من العمل الجماعي بين الفريق الواحد، ويكون في هناك نجاح في اتخاذ القرارات. وكذلك القدرة على الابتكار والإقناع، هذا صفات قيادية ما بيمتلكها إلا المدير أو القائد. يعني يشجع الموظفين لديه، يكون عنده تفكير استراتيجي، تحفيز للموظفين الذي لديه على اتخاذ القرارات، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع. فهذه كلها يعني قيم يجب أن يتحلى فيها القائد أو المدير. ممتاز. فهذا الذي حبيت أن أوضحه. طيب شكرا. طيب ننتقل، يعني انا عندي استفسار بس يمكن خالد اللي يتكلم. لما اقول قائد مثلا، انا الان شغال في منظمه، لما اقول قائد مين اقصد فيه بالضبط؟ يعني مش فاهم، يعني هل هي وظيفه موجوده في المنظمه ولا صفه ولا ايش هي بالضبط؟ يعني لما اقول انه هذا قائد، يعني اوكي مدير فاهم، هذا اسمه مدير البرامج، في معنى وظيفه اسمها مدير البرامج، لكن هل في معنى وظيفه اسمه قائد؟ ممكن احد الشيء فاهم بس ممكن احد لا يعمل لا مداخله. تفضل يا خالد. ايوه، القائد ممكن يكون اي فرد، ممكن يكون مدير برامج، مدير موارد بشريه، مدير حسابات، مدير مؤسسه. القائد هي سمه يعني مرافقه للمنصب الاداري، يعني هي سمات شخصيه ومكتسبه ايضا. فمثلا من الفوارق بين المدير والقائد ان المدير يؤثر بالاقناع والتاثير، يعني يدير المؤسسه، يدير الانشطه، ويدير الاداء بالاقناع وبالتاثير. لكن المدير بقوة القانون والقوانين المؤسسية، هذا هو الفرق. أعطيني يعني مثال أنا فيه، ممكن مدير مؤسسة أكون قائد، أعطيني أنا أكون مثال، قائد، يعني أنا مدير مؤسسة ولكنني قائد. مثلا أنا طيب عندي أعطيني مثال مشكلة حي، تشكيل أعطيني معينة في مثال حي، المؤسسة، أنا شيء أوصل لنقطة، أعطيني مثال حي، مثال حي. مثلا مشكلة مالية في المؤسسة، وقررت الإدارة المؤسسة إنقاص الرواتب، مثلا تخفيض الرواتب. تمام. هنا طبعا في فرق بين المدير والقائد. المدير ممكن يأتي يقول هذا قدرة المؤسسة وهذه إمكانياتنا، اللي يعجبه يستمر واللي ما يعجبوش الله يسهل له، وهذه إمكانياتنا. القائد لا، القائد يأتي بالجانب يقنع بالتأثير، ويقنعهم ويحفز الجانب الولائي للمؤسسة، وجانب الثقة بينه وبين أفراده، ويجيب لهم أيضا آمال وطموحهم ممكن تتحسن مستوى المؤسسة في المستقبل، ويفتح لهم أفق في المستقبل، ويحرك الجانب الدخل الجانب يعني ذخيرة أو يعني تاريخ أو العلاقة السابقة بينه وبين موظفينه، الجانب الإنساني والعاطفي، يحرك هذه الجوانب كلها بحيث يؤثر عليهم يعني بحيث يستمروا في المؤسسة. هذا يعني كمثال يعني كيف يؤثر القائد وكيف يدير المدير. طيب المدير اللي يتحرك بجانب إداري بحت قانوني وجرائي. طيب لكن لا، المدير القائد شكرا يا لا، خالد، نعطي القائد مجال، يصير نعطي وسطه. مجال خالد، شكرا لك، نعطي مجال شكرا للغير. لك. مين حاب يعمل مداخلة؟ طيب، هل يصبح المدراء قادة؟ طيب شوفوا، هذا النقاش للأمانة هو نقاش شيق يعني، وأعتقد الدكتور منير يعني زي ما يقولوا أصاب كبد الحقيقة. يعني عني انا شخصيا، شكرا. تمام، انا اتكلم وجهة نظري يعني، وهي يعني ما وجهة نظري اللي استمديتها من يعني من التدريبات اللي بنحضرها يعني اللي حاصل والكتب. ما فيش حاجة اسمها يعني تصنيف الموظفين الى هذا مدير وهذا قائد. انا اعتقد الأستاذ اسمعي الآن، اجتماع عبر الزوم. كيف؟ المعذرة منك يا أستاذ، هنا أعتذر تفضل. منك بس لأني فتحت الصوت. طيب تفضل وضعها يا أستاذ. انا مثلا تصنيف خليني تصنيف الموظفين الى انه هذا قائد وهذا مدير، انا اعتقد انه يعني خلينا نقول انه تصنيف غير صحيح. ما فيش حاجه اسمها
هذا قائد وهذا مدير، هذا قائد لأنه يحفز وهذا مدير لأنه مش يحفز، لأنه لا يحفز. هذا يعني خلينا نقول إنه فيري تراديشنال، يعني حاجة تقليدية قد عفى عليها الزمن. الآن الناس بتتكلم في الإدارة الحديثة على مجموعة من الصفات، يعني ما فيش حاجة اسمها مدير ومش قادر يحفز فريقه، ما فيش حاجة اسمها مدير ومش قادر يبني الفريق، ما فيش حاجة اسمها مدير ومش قادر يتحمل المسؤولية. ف يعني احنا هنا الناس بتتكلم الآن، بتتكلم على مجموعة من الصفات. يعني لما اجي، يعني لو نتكلم بالمنطقة اللي انت تطرح، اللي طرحها بعض الزملاء والزميلات، انه هذا قائد وهذا مدير. لما يكون في معي مشكلة مالية، اذا المدير المالي، ايش ما سميته، سمى قائد ولا مدير، اذا المدير المالي، يعني تخفيض الرواتب، اذا المدير المالي مش قادر انه فعلا يعني يعمل حلول وبدائل، فها يعني يبدو عنده إشكالية، يعني إشكالية في إدارية، يعني في صفاء، في ما مش قادر يحلل المشكلة، مش قادر يعمل إيجاد حلول. لكن ما جيش طيب يعني عن... لحظة بس عشان أوصل الفكرة، لكن عنده ضعف في مهارات معينة، فمحتاج يقويها المهارات. لكن إنه لأنه القيادة هي صفة، يعني القيادة هي مهارة، خلينا نقول مهارة. هل هي موجودة عند، وفي تكلم على يعني يسموها سيت اوف سكيلز، يعني اللي هي حزمه من المهارات. ف يعني اللي بيحصل الان في، خلينا نقول في الاداره والنقاشات اللي بتتم في القياده والتفاصيل هذه، والله سين ولا صاد عنده هذه، عنده مهاره التحليل، عنده مهاره التخطيط، عنده مهاره الاصغاء والانصات، عنده مهاره التواصل. ما فيش حاجه اسمها مدير ما عندوش مهاره التواصل التواصل، ما فيش حاجة اسمها مدير ما عندوش مهارة التحليل المالي والتحليل. اللي يفرق هنا البوزيشن اللي موجود فيه. ممكن إذا نتكلم على مدير تنفيذي، ممكن يكون يعني يركز على استراتيجيات معينة، لكن ممكن يكون قائد، يعني عنده الصفات القيادية هذه اللي تكلمنا عليها. ف أنا اللي أنصح، يعني صعب إنه واحد يغير هذا في جلسة. دكتور منير، أنا بعطيك الفرصة، صعب إني أنا أغير المفاهيم في جلسة، لكن اللي أنصحكم أنتم يعني قيادات منظمات مجتمع مدني، لا تحاولوا تعملوا تصنيف هذا قائد هذا مدير، ما هو صح. في حزمة من المهارات المفترض ان هي تكون موجودة في الشخص. بعدين تيجي تسميه مدير، تيجي تسميه قائد، ما تفرقش للأمانة، ما هو صح للأمانة انه اقول هذا ينفع مدير بس ما ينفعش قائد، او العكس. هذا وتحصل يعني للاسف بتلاقوها موجود، تكتب في جوجل الفرق بين المدير والقائد، الفرق مش عارف ايش، انت مدير، لا لحظة، أنت قائد إذا ينفع أن تكون مدير، أنت مدير إذا لا ينفع أن تكون قائد. ده كلام ما هو صحيح للأمانة. خلينا نقول إنه طريقة الإدارة الحديثة والإدارة الجماعية والإدارة بالأهداف، يعني هذه الحاجات أنا أعتقد ما عاديش قابلة يعني أنا مش فاهم للأمانة لما أجي البعض يقول إنه أنت قائد إذا ينفع أن تكون مدير، أو أنت مدير لا ينفع أن تكون قائد. يعني إذا عندك المهارات المتطلبة للإدارة فأنت تستطيع أن تدير. إذا عندك المهارات المتطلبة، يعني أحيانا واحد يعني يكون نسميه قائد وملهم ويعمل لك خطاب حماسي يحفز لك آلاف ومئات الآلاف من الناس، هذا يعني يجي يسميه قائد ولا ما لوش علاقة للأمانة. عنده مهارة الخطابة تمام، أنت ممكن تخطب وتحرك مشاعر الناس وتدغدغ مشاعر الناس، لكن تعال قل له دير بقالة بيفشل. إذا ما عندوش إدارة التخطيط، إذا ما عندوش إدارة التحليل، إذا ما عندوش عفوا مهارة التحليل، إذا ما عندوش مهارة اتخاذ القرار. لا يكفي إنك تكون خطيب مفوه وتحفز الناس وتحمس مشاعرهم، فهذا موضوع مختلف تماما عن موضوع إدارة المنظمات، قيادة المنظمات. في يعني قائمة لما تجي، ليش أتكلم الكلام هذا؟ نفترض أن مجموعة من الزملاء والزميلات اللي حاضرين مؤسسين لمجلس أمناء، وتشتي تعين مدير تنفيذي للجهة اللي أنت، وفجأة جالس أنت في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا تشوف واحد مفوه خطيب، والله يحفز الناس عن تنمية بشرية والموظفين وأهمية تحفيز العمل والتفاصيل هذا كلها، والله تقول هذا ما شاء الله عليه قائد، عنده كاريزما. الكاريزما هي مهارة، يعني صفة من مجموعة كبيرة من الصفات. والله هذا ينفع اعينه مدير، يعني مدير للمنظمه. جيت عينته، لا شوف انه هل عنده مهاره التحليل، هل عنده مهاره التخطيط، هل عنده مهاره اتخاذ القرار، هل عنده القدره على الاستماع والاصغاء، هل عنده القدره
يعني على تحمل المسؤولية، مهارة التواصل، مهارة كتابة الإيميلات، كتابة المقترحات، كلها مهارات يعني. فإذا عنده هذا بينجح، لكن لو تجيب واحد يعني أبو الطيب المتنبي ويلقي الشعر وتقول له تعال امسك مؤسسة وما عندوش المهارات المفترض أن تكون موجودة، أكيد بيفشل. فهذه نصيحتي، أنه لا نحاولش يعني نركز على قائمة المهارات الموجودة، سواء كانت هارد سكيل، يعني المهارات الهارد والسوفت مهمة جدا، يعني انه نركز ان تكون موجودة بالشخص. بعدين الناس اللي عندهم حب التصنيف هذا موضوع مختلف تماما، لكن هذا يعني هذه من خبرتي في العمل يعني لأكثر من 15 سنة. كتب الإدارة الحديثة ركزوا على يعني احنا بنتكلم على قيادة جماعية، يعني ما موضوع الكاريزما ما عاد حد يدورها، يعني ولا حد عارف ايش يعني كاريزما. يعني لما تيجي تشوف مؤسسة الفيسبوك، يعني أهم عمليات التغيير في القرن الأخير، ما عنده شيء. يعني أنا من وجهة نظري الناس يشوفوا عنده كاريزما، ما الكاريزما ما هيش قصة كبيرة للأمانة. يعني بتلاقوا كثير من قيادات الشركات الناجحة والمؤسسات الناجحة، يعني بعضهم عندهم كاريزما ويقدر كاريزما تشوفه كذا تنجذب له، عنده خطابة مفوهة هذا، لكن ما يعني هذه صفة من مجموعة كبيرة من الصفات. فده يعني نشتي نغير مفهومنا، خصوصا مفهومنا للموضوع القيادة والإدارة. وأحيانا البعض يعني وكأنه يعني أحيانا بتحصل نقاشات في التدريبات وكأنه كلمة مدير، يعني كأنه القائد في قائد وفي مدير، والمدير تحت يعني في تسلسل معين. لا، ممكن تكون أنت مدير مالي وقيادي، يعني ومفترض يعني قيادي ناجح. ممكن تكون بس مدير الأمن، يعني تحتك 2 موظفين وقادر تديرهم، أنت قيادي ناجح إذا أنت قادر توصل الرسالة للحراس اللي شغالين تحت إدارتك، قادر تحفزهم، قادر تحل مشاكلهم، أنت مدير وقائد ناجح. لكن لا قادر تحل مشاكلهم ولا تعمل تواصل، يا أخي أنت مدير فاشل، قائد فاشل. فهذه ببساطة يعني اللي ممكن يعني اللي يفرق، يعني ممكن عشان اللي يفرق أنت المستوى الوظيفي اللي أنت فيه. إن هل هو مثلا إذا أنت مدير تنفيذي في صفات معينة يفضل أن تكون موجودة عندك، لكن التخطيط الاستراتيجي، التحليل المالي، إدارة المخاطر، أنا ما يمكن مدير، يعني خلينا نقول مدير الخدمات، يعني الخدمات أحيانا اللي تحت إدارته العمال النظافة والهذا، مش مطلوب منه يكون عنده تخطيط استراتيجي يعني لكن ممكن يكون قائد ناجح. تمام. ففكرة القيادة هنا ما نشتيش نحصرها في وظائف معينة أو في أشخاص معينين أو في مستويات إدارية معينة. هذا اللي كنت أحب أتكلم عليه فيما يخص الفرق بين القيادة والإدارة. أعتقد الدكتور منير كان رافع إيده. دكتور منير تفضل. يا سيدي، اتطرقت الى مجموعه جميله من المهارات والقياده. يعني احنا لما نقول ليدرشيب سكيلز، يعني يجب ان يتحلى فيها القياده، يعني مثل التنظيم، مثل القياده، مثل الارشاد، مثل الخطابه، ربط المجموعات. هذه فعلا حاجات ارفع صوتك يا لا أمير. تتطلب قياده عنها. في بعض الحاجات الان الذي نشي نتكلم عنها من صفات القائد، يعني ان يكون اولا متواضع، أن تكون فيه إنسانية، أن يكون نشط، أن يكون قادر على التغيير، على الابتكار، التفويض، بناء علاقات مع الموظفين، اتخاذ قرارات، حل مشكلات، أن يكون متحكم بالنفس، أن تكون لديه رؤية واضحة، أن يكون لديه تخطيط استراتيجي، أن يكون سريع البديهة في حل واتخاذ القرارات. هذه من بعض الحاجات والصفات المميزة للمدير أو القائد الناجح، إضافة إلى ما ذكرتها أنت سابقا. يعني كلام جميل من عندكم سيدي. اتفق معك دكتور منير، اتفق معك، لانه للامانه يعني للاسف في يعني الطريقه اللي خلال 10 سنوات خصوصا في بعض التدريبات دائما يجي يعمل مقارنه الفرق بين المدير والفرق بين القائد. فنشي نغير الفكره هذه، انه بنتكلم على مجموعه من الصفات. يعني لما يقول لي واحد ما فيش حاجه اسمها، يعني لما يقول لي والله هذا قائد مش مدير، اقول له ليش يعني هذا سميته قائد وهذا مش مدير؟ يا اخي معه فريق مش قادر يدير الفريق، يا اخي هذا لا قائد ولا مدير، هذا مدير فاشل قبل ما يكون قائد فاشل. يعني اذا انت المدير الناجح والقائد الناجح لازم يكون عنده القدره على اداره الفريق، ما فيش حاجه اسمها مدير مش قادر يدير الفريق، هذا مدير فاشل. يعني ممكن يتحول يعني يكون استشاري ناجح، لكن اداره الفريق هي مهاره، سواء ايش سميه، اللي سميه مدير سميه قائد، لكن ما فيش حاجه اسمها يعني انه ما فيش حاجه اسمها هذا قائد لانه يدير الفريق وهذا مدير لانه ما يديرش الفريق. اللي ما يقدرش يدير الفريق ما ينفعش تطلق عليه لا مدير ولا قائد في التصنيف، يعني اللي ما زال يعني
مهتم بموضوع التصنيف. فاحنا بنتكلم على مهارات مهم تكون موجودة. يعني نفترض عشان اسهل لكم، انت جيت تعين مدير مالي، لازم يكون المدير المالي يكون عنده القدرة على إدارة الفريق، على تحمل المسؤولية، على التحليل المالي، على إدارة المخاطر، على التواصل البناء، كله على بناء الثقة مع الفريق، على مشاركة الفريق، على الاستماع، كل التفاصيل هذه. أنت عينت واحد ما عندوش المهارات هذه وجيت تقول لي هذا مش قائد. يا أخي أنا أقول لك كشخص، هذا مش مدير قبل ما يكون تمام. فأنت لما تيجي توظف، حاول توظف، يعني في تكنيكال، يعني في التكنيكال سكيلز اللي المهارات التقنية تحليل، وفي المهارات اللي لها علاقة بالقيادة، بالمانجمنت، بالإدارة خصوصا. لا يعني لما اجي انا مثلا ممكن اعين محاسب غير لما اعين مدير مالي، لانه المحاسب ممكن ما يكونش من المهارات اللي مطلوبه منه اللي هي اداره الفريق، لانه هيشتغل لحاله. لكن قد تلاقي هذا المحاسب عنده مهاره اداره الفريق، عنده المهارات تمام، ويكون قائد مع انه ما عندوش فريق يديره. فاحنا هنا حاولوا دائما نكون نركز على فكره المهارات. يعني التصنيف ما يخرجكمش للطريق. طيب نجي للان، انه لانه للامانه اعتقد انه احنا نحتاج جلسه ثانيه، لأن النقاش شيق. وأنا نجي نتكلم على موضوع التغيير، وحاول نختصر للأمانة إذا آخر 5 دقائق، وأنا ممكن هذه تكون مدخل للجلسة القادمة. طيب، كيف تقوم بعمل التغيير في منظمتك؟ ممكن حد يشرح لي كيف ممكن يعمل تغيير في المنظمة؟ يعني الآن أنتم أخذتم مع الدكتور عادل طريقة إعداد المقترح، طريقة عمل تحليل المشكلة، طريقة إعداد الأنشطة، طريقة المؤشرات، ويمكن وصلتوا للميزانية. ممتاز جدا، هذه المهارات التقنية لإعداد المقترح. الآن بنجي نقول اللي هي كيف تقوم بعمل التغيير في منظمتك. خلينا مين ممكن يشاركنا؟ كيف ممكن تعمل؟ في حد ما هنا مدير منظمة؟ مين مدير منظمة معنا؟ في حد مدير منظمة هنا؟ ممكن حد يشارك معنا؟ مدير برامج؟ طيب خلوني أمشي عشان الوقت. أنا هبدأ فيها. المخطط هذا واضح؟ المخطط اللي أمامكم واضح لو سمحتم؟ أي واضح. طيب إحنا يعني كانت الفكرة أن نعرض المخطط وبعدين عن نتكلم يعني موضوع التمويل والتفاصيل هذه. هذا مخطط خاص فينا كمؤسسة، يعني احنا اللي عملناه. أكيد بتلاقوا في مخططات كثير، لكن هذا خاص بنا كمؤسسة الوطنية وبورتال. مخطط التغيير نسميه. فعلشان تعمل تغيير، ما هوش اختراع، هي خطوات عشان تعمل تغيير في المنظمة اللي أنت شغال فيها. في خطوات إذا اتبعتها بتقدر تعمل التغيير. ما اتبعتش الخطوات هذه، يعني خلينا نقول، او في الاغلب التغيير ما يكونش حقيقي، او ما عاد تستطيع ان تنجح في عمليه التغيير. فاحنا جينا يعني عملنا خطوات تسلسليه هنا علشان اعمل تغيير. نفترض انه انا عندي مشكله في التمويل، انا مش قادر احصل على تمويل، هذه مشكله، وهذه اللي المفترض انه كنا نشتغل عليها اقل شيء في الجلسه القادمه. أنا عندي مشكلة في التمويل، هذه مشكلة، وأشتي أعمل تغيير في آلية التمويل في المنظمة اللي أنا شغال فيها. عندي مشكلة في إدارة الموارد البشرية، عندي مشكلة في المتابعة والتقييم، عندي مشكلة خلينا نقول في تقنية المعلومات، عندي مشكلة في إدارة الفريق. هذه فعلشان أنا أعمل تغيير في خطوات لازم أمشي فيها. وانا اشتي اسمع بعد فتره انه خصوصا اللي هم مدراء برامج، مدراء ماليين، منسقي مشاريع، لما يشوف المخطط ومشوا عليه يهمنا نسمع تقدير راجعه. فبشكل مختصر، اول خطوه علشان احدث التغيير فهم المشكله. ما تقدرش تعمل تغيير بدون دكتور منير تفضل. وعشان الوقت سيدي، انت بتتكلم عن التغيير. تفضل بسرعه بختصر كلامي. انت بتتكلم عن التغيير الان الحين في المنطقه، ليش؟ لينا ممكن نعطي مجال للدكتور بعدين، تفضلي. هذه الاستمارات مهمه. لينا بعد الاستماره الاختبار قبلي طوالي. طيب تفضل يا دكتور. لينا افتتح. هلا دكتور مزاري. قلنا يجب ان نفهم ليش التغيير، لان في معنا عده انواع للتغيير، تغيير استراتيجي او تغيير وظيفي او تغيير تطويري او تحويل من مرحله الى مرحله معينه، وكما ذكر المخطط الذي معك. فيجب علينا اول شيء على ما قلت انت
من خلال الذي هو فهم المشكلة أن نعمل مسح، يعني نعرف إيش الذي نريده الآن في عملية التغيير، وبعدها نحدد لنا المجموعات التي تحتاج إلى عملية التغيير، وبعدها نعمل التغييرات اللازمة ونبني الثقافة. هذا الذي حدث. طيب شكرا. طيب شكرا يا دكتور منير. يعني احنا بنقول انه المخطط هذا هو، خلينا نقول مخطط خاص فينا من تجربتنا في العمل، اكيد في مخططات اخرى وطرق اخرى، لكن انا متاكد انه يعني طيب يا أستاذ فارس، شاركنا الموضوع هذا. انا متاكد انه يعني بيكون في تقاطع كبير، 70 الى 80% تلاقي الاختلاف في حاجة بسيطة. فاحنا عندي التغيير هو جاي من احتياج، يعني ليش التغيير اللي طرحه الدكتور؟ نقول انه اول شيء ليش التغيير؟ لانه في معضلات بتواجه المؤسسه، في مشاكل بتواجه الجمعيات، في تحديات. ممكن يعني انا تكلمت على مشكله التمويل، يعني اغلبكم يعني كلنا، يعني مش الا حتى يعني سواء كانت مؤسسات جديده، مؤسسات قديمه، مؤسسات صغيره، مؤسسات كبيره، دائما التمويل مشكله. علشان نفترض انه عندنا مشكله التمويل، وانا عاد اطلب منكم انه ممكن نشارك المخطط هذا، وأطلب منكم انه في اللقاء القادم تكونوا يعني طبقتوا يعني مخطط التغيير على موضوع التمويل. اول شيء افهم المشكله، يعني انا محتاج افهم المشكله. المشكله بسيطه جدا في موضوع التمويل، انه انا ما عنديش تمويل، وهذا مشكله، مش قادر اوظف، مش قادر ادفع راتب، مش قادر ادفع. هذا العائق الذي بيواجه كل ايوه، المؤسسات والمنظمات. مش قادر ادفع رواتب الموظفين. عملت تحليل المشكله اللي بيقول عليها الدكتور، عملت تحليل للمشكله، ليش انا مش يعني والله انا مش قادر، انه مش قادر، حللت المشكله، مش قادر احصل على التمويل، ما عنديش ناس تكتب مقترحات، التسجيل، انا منظمه جديده وما قد ليش فتره كثيره في الشغل، فمش قادر اوصل لمانحين معينين. فافهم المشكله حقيقيه، افهم المشكله. يعني موضوع التمويل بسيط جدا انه نطبق المخطط عليه، في مشاكل ثانيه بيكون شويه في صعوبه، وبعدين اعترف في المشكله. اذا انت يعني مثلا نجي انا لما نجي نجتمع مع الشباب ولا نناقش، نقول لهم احنا عارفين انه مشكله، هل احنا كلنا متفقين اني مشكله ولا لا؟ اذا احنا متفقين اني مشكله نبدا هذا، يعني نقدر نحصل لها حل، لكن اذا احنا مش متفقين اني مشكله صعب انه نعمل لها حل. فلازم الكل يعترف انه هذه مشكله، يعني وهذا دور دور المدير القائد سموه اللي تشتوه، انه يطرح. يعني اذا انا مثلا مدير التمويل في المنظمه، اجي اطرح اقول لهم عندي مشكله انه انا مش قادر احصل على التمويل، ويعمل التحليل، يا يجي يجلس مع المدير التنفيذي للمؤسسه او المنظمه، يشرح له المشكله تماما، انا مش قادر اوصل على التمويل لانه انا لحالي انا المسؤول على التمويل، انا المسؤول على الكتابه، انا المسؤول على التنفيذ، ما عنديش وقت اكتب مقترح، او حتى انا ما حصلتش على تدريب كيف اكتب مقترح، ما عنديش لغه احتاج. فلازم تفهم فين المشكله، ايش المشكله، ليش انا مش قادر احصل على تمويل. بعدين نجي اعترفنا في المشكله، صناع القرار، يعني اذا انت مش صانع قرار، يعني اقصد ممكن يكون مثلا منسق المنح او مسؤول المنح قال لك انه في مشكله، لكن المدير التنفيذي ورئيس مدير البرامج اللي هم اصحاب القرار مش يا اخي يقول لك لا احنا معنا تمويلات كافيه، ما هيش مشكله. اذا هم لازم دورك انت تجي تجلس معاهم وتوضح لهم المشكله، اوكي الان ممكن معنا 500,000 دولار، لكن هتخلص بعد 6 اشهر سنه، واذا ما اشتغلناش بيكون عندنا مشكله. فلازم صناع القرار، يعني حسب كل مشكله يختلف مين صناع القرار. اذا هي مشكله في الماليه ممكن يكون المدير المالي، مدير تنفيذي، مدير برامج، مشكله في العمليات مدير العمليات، مشكله في الموارد البشريه، يعني خلينا نقول صناع القرار اللي لهم علاقه في المشكله. وفي الاغلب يعني مستويات يعني حسب نوع المشكلة ممكن يدخل فيها القيادة، المستوى الأول اللي هو مدير المنظمة، الرئيس التنفيذي، مدير تنفيذي، وأحيانا عفوا أنا عفوا المؤسسة. عفوا يا استاذ فارس، شوف اوضح لك، الاداره هي الاساس الذي يعتمد عليه في اي زمن ومكان في حاله نجاحها او فشلها. وراء كل نجاح اداره كفؤه متميزه. لا بد يكون بالدرجه الاساسيه هو المدير ان يكون يعني له دور بارز وفعال في والاسهام يعني في انجاح التغيير في مؤسسته، ان يكون قدوه في ممارسه التغيير صحيح. في كافه يعني من سلوكها الاداري والوظيفي والتعامل، ايضا يكون يعني قدوه في تشجيع الموظفين على تطابق التغيير المطلوب الذي تتطلبه المؤسسه والاحتياج القائم، ايضا ان يكون لغه التغيير لديه سهله يعني أتفق معك، واضحه للجميع، أتفق معك، و أتفق. ويضعهم يعني في موقف نظري، لا لا، أنا في أتفق موقف معك تماما، أتفق يخرجوا معك، يعني أتفق معك، بنجاح كبير لنا.
انا اتفق معك تماما، بس انا احاول عشان اختصر الوقت لانه قد عدينا الوقت المحدد للجلسه، فانا اتفق معك تماما. الوقت معك شيق والله، الجلوس معك شيق، ونتمنى تعطينا رقمك بس على الشات. بس خلينا انا اخلص المخطط عشان ممكن الجلسه الجايه نكمل اكثر. ف يعني اذا وعن نرجع الجلسه الجايه نبدا فيه، اذا سواء انا ولا الدكتور، هذا نشوف حسب الاجنده اللي معاكم، لكن مهم انه يكون في جلسه بتفاصيل. ف يعني اذا انت تشي تعمل تغيير في اي، يعني نتكلم على مشكله التمويل، صناع القرار في المؤسسه من ما كانوا صناع القرار، سواء كان مدير تنفيذي ولا مدير مالي ولا، صعب انك تعمل تغيير، لانهم اذا صناع القرار، وهو دورك هنا انك تجلس مع المدير التنفيذي، مع مدير البرامج، تشرح له المشكله، لازم هو يفهم المشكله. يعني احنا كان معانا مشكله في التواصل، اللي هي يسموها مش التواصل والمناصره، اللي هي موضوع يعني توثيق الانشطه والتفاصيل هذه. فعلشان نعمل التغيير هذه احتجنا انه نقنع مدير البرامج، مدير التنفيذي، مدراء البرامج، عشان نعمل التغيير. ف عشان وينجح التغيير تمام، فمحتاج تقنع الناس اللي هم يعني مرتبطين بالموضوع بشكل مباشر. في توافق على التغيير، خلاص فهمت المشكله، اعترفت المشكله، اقتنع المدراء صناع القرار بالمشكله، وانه خلاص هذه مشكله، عندنا مشكله في التمويل لازم نغير. نجي نتوافق على التغيير، يلا كيف يعني كلنا متفقين انه مثلا نتوافق على التغيير واليات التغيير، اتفقنا كلنا خلاص، يعني مدير المنظمه، مدير التمويل، مدير البرامج، مدير مالي، انه عن نعمل التغيير، اتفقنا كلنا انه نعمل التغيير، وانه عن نحصل مثلا السنه هذه على 500,000 ولا مليون دولار ولا 2 مليون دولار. نجي بعدين كيف نعمل التغيير، نبني فريق العمل، والله معانا مدير منح كويس او يحتاج دعم، نوظف واحد ولا اثنين معه، نجيب استشاري اذا ما عندناش موارد، نستعين بجهه معينه تساعدنا، جبنا شكلنا الفريق. ما فيش تغيير بدون فريق، ما فيش تغيير بدون فريق. جينا يلا نعمل خطه التغيير، اول خط يعني التغيير، نعمل خطه التغيير، عملنا خطه التغيير، هذه تفاصيل كثيره فيها. نجي توفير الموارد اللازمه لعمليه التغيير، يعني خطه التغيير هتتكلم انه انا هستهدف 50 مانح ولا 100 مانح، هتكتب 50 مقترح ولا 100 مقترح، لازم يكون في خطه واضحه، هتكتب مقترح في التعليم، مقترح في الصحه، مقترح في الامن الغذائي، بعدين اجي اوفر الموارد اللازمه لعمليه التغيير، سواء كانت اوفر مكان للفريق اللي هيشتغل، او يعني اشوف موارد ماليه، اشوف مش لازم موارد لوجستيه، اوفر اعمل لهم اشتراك في بورتال، تجي كل الفرص المنح اللي عندهم. ففي كثير، اعطاء الوقت الكافي لعمليه التغيير. انا هذا احاول اختصر، انا اسف بس انه احاول عشان اخرتكم. عملت ما فيش تغيير في يوم وليله، لا حد يعني، انا شكلت الفريق بعد اسبوع، ها معنا تمويل، شهر معنا تمويل، انا وظفتكم مش عارف ايش، انا دفعت رواتب، ما فيش حاجه الكلام هذا، ما فيش تغيير في يوم وليله ولا اسبوع ولا شهر. التغيير يحتاج وقت، لازم يكون عندك القدرة انه تعطي وقت للتغيير. ممكن تبدأ تشوف المؤشرات بعد 6 شهور، بعد سنة تبدأ تشوف مؤشرات حقيقية للتغيير، لأنه التغيير يحتاج وقت. تقبل الأخطاء، أنت شكلت فريق، عملت كل الخطوات اللي من 1 إلى 8، والله جاء في موظف معك عمل مشكلة مع مانع، هنا تجي أنت خربت علاقتنا في المانع، أنت دمرت المؤسسة، فقدت هذا الفريق، بيتعلم فريق بيبنى. فانت لازم انت كقياده المؤسسه يكون عندك القدره على تقبل الاخطاء، لانه تعلم، انت بتعمل تغيير والاخطاء هذه تتعلم منها، لازم يكون عندك سعه صدر وتقبل الاخطاء، لانه يعني جزء من التعلم. والله مشينا نجي ل10، بدانا والله كذا حصلت تمويل 500 دولار ولا 1000 دولار، موضوع بسيط جدا، يعني 500 دولار مثلا كمشروع ولا شيء، ما لا تقلل من التغيير اللي حصل. تعال والله برافو يا شباب، انتم بداتوا خطوه مهمه جدا، عملتوا تغيير وقدرنا نقنع الفلان، يعني مؤسسه جديده مثلا قدرنا نقنع تاجر ولا مؤسسه معينه ان تدعمنا ب 500 دولار، ممتاز جدا، يعني بتحتفلوا فيها، خصوصا اذا كان اول تمويل. اذا انتم مؤسسه مثلا متوسطه كذا حصلنا تمويل، يعني مشاريعكم مثلا 100,000 200,000، وحصل مثلا توقف في التمويل، وجيتوا تشتغلوا مره ثانيه وتعملوا تغيير، حصلتم تمويل 10,000 ولا 20,000، ممتاز جدا، تعالوا نحتفل فيها في التغيير، لانه انت بتبني، يعني بتبني التغيير. اذا احتفلت فيها بعد 6 شهور، هذا ممكن بعد سنه سنتين تحصل تمويلات 100,000 200,000 مليون 2 مليون. فالتغييرات الكبيره تبدا بتغييرات صغيره، فالفريق مهم جدا يشعر انك تقدر الفريق، وانه بتمشي يعني بتمشي معهم خطوه بخطوه. هذا المخطط، انا احاول اوقف هنا، وان شاء الله الجلسه الجايه
انا بتكلم مع الدكتور عادل اذا نراجع المخطط، او اذا في معكم مخطط ثاني للجلسه القادمه عم نتكلم فيها، وعن نحاول نركز على موضوع اللي هي المانحين واستكشاف المانحين، سواء انا ولا الدكتور عادل بيركز فيها. لكن احنا هنا تكلمنا على القياده بشكل عام وعلى موضوع التغيير. هذا اللي كان عندنا لجلسه اليوم، وانا اعتذر طبعا على الاطاله، انتظرنا ربع ساعه لان الزملاء والزميلات ينضموا معانا، فاعتذر على الاطاله في الجلسه هذه. دقيقه دقيقتين بس ناخذ تقدير هذا راجعه، اذا حد حاب يضيف شيء يا أستاذ نكمل حسن، الجلسه. أولا تفضل تفضل دكتور محمد. نبغى رقمك أولا إذا تروح لنا في الشات. ثانيا، يحبذ تشاركنا هذا المخطط الذي عملته. أيضا نتمنى في الجلسة القادمة أن يكون هناك طرح استراتيجية التواصل، يعني كيف استراتيجية التواصل مع المانحين، يعني كيف يعني إقناع المانحين بهذه الطريقة، يعني بيكونوا القادة متميزين في أسلوب الإقناع، في أسلوب التخاطب، في هذه الأشياء المهمة جدا التي بتساعد المؤسسات على النهوض بواقعها، وأيضا فن التعامل يعني مع الآخرين، يعني بهذه الطريقة نكون مؤمنين لك يعني ولو نشغلك معنا. يعني هو كان مخطط الجلسة اليوم إنه إحنا هنتكلم على القيادة ونتكلم على التغيير بشكل سريع، وبعدين ندخل في موضوع النقاط اللي أنت طرحتها، فيبدو أنها تأجلت للجلسة القادمة. بيتكلم سواء أنا ولا الدكتور عادل بنتكلم فيها بالتفصيل بإذن الله. أنا حطيت لكم لينكد إن، حساب اللينكد إن ورقم تليفون، لكن حاليا يعني أنا مش يعني الرقم هذا مش شغال لأني مش موجود في، يعني أرجع في الواتس شغال. الواتس شغال تمام. ومخطط أوليغا، إذا معها إيميلاتكم، أوليغا بتشارك المخطط أو الشخص المسؤول عن إرسال الإيميلات، تشارك معكم الباوربوينت. سعيد جدا بجلسة اليوم، فإذا ما عاد فيش أي حاجة ممكن نختم الجلسة. شكرا للجميع. شاركنا المخطط وأيضا التسجيل حق الجلسة. بإذن الله، شكرا للجميع، تحياتي. تحياتي.